كورونا فيروس هنشوفه دلوقتي مع البيكتشرز اللي معانا دي. اول حاجه ان احنا دلوقتي مع الكورونا فيروس ده سنه 2019، الفيروس ده المفروض ان هو او يعني اصاب في المقاطعه اللي اسمها ووهان. ووهان دي يعني من هانكو ريال ستيشن، دي المفروض انه فيها اكبر نسبه اصابه وحصل منها السنتر اوف اوت بريك او الانتشار الوبائي. هتقول انتشار وبائي ليه واشمعنى حصل في المنطقه دي؟ المنطقه دي اولا انتوا عارفين ان الكورونا فيروس ده بينتقل اصلا من الحيوانات، خلاص؟ يبقى مش عايز اقول لكم يعني ان اغلب الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الحيوانات يعني بتبقى مدمره جدا للانسان، وخاصه ان احنا بنحذر دلوقتي من القطط من الكلاب من كذا، لانها ممكن تكون حامله للفيروسات مش ظاهر عليها هي الاصابه بس تظهر على الانسان وتدمره بسرعه. خلي بالك معايا بقى. يبقى اذا الاوت بريك بتاعنا، يا رب اكون من الصادقين، هذا الكلام المنشور عالميا بالمناسبه، احنا مش بنالفه لحسن حد يفكر الدكتور كده بيالف، والله هذه المعلومات المنشوره على كل وسائل التواصل الاجتماعي. يبقى احنا عندنا الاوت بريك او الانتشار بتاعه بدا من مدينه ووهان، ودي في الصين، وبسبب ان الناس بتشرب شوربه اسمها شوربه الايه، الخفافيش. طبعا الخفافيش دي يعني حاجه كده لا تؤكل، يعني احنا يعني الناس اللي هي موحده لله عز وجل ما بتاكلش ولا خفافيش ولا حصينه ولا ضفادع ولا صراصير ولا الكلام اللي بياكلوه الشعوب ده. لكن لما الناس تاكل الخفافيش، والخفافيش ده اصلا بتتغذى خطير جدا 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 في اوروبا، والمرض ده كان اسمه جنون البقر. وجنون البقر ده كان بينشأ من ايه؟ ان هم كانوا بيحطوا للبقر في العليقه دم. خلي بالك معايا بقى. فقالوا ان احنا بدل ما نرمي الدم بتاع الذبايح ما نعمله عليقه ونديه للبقر. فبدا البقر يعني يصاب بهذا، وبدا ما بجنون البقر والبنادين. ساعتها اعدموا كم بقره؟ 10 مليون بقره اعدمت في اوروبا. لك ان تتخيل ما يحدث من البشر، لان الله حرم الدم وحرم اكله، صح ولا لا؟ حرمت عليكم الميتة والدم، نعم، وحرم علينا الخبائث. فما تجيش انت تقول لا ده ربنا ما بيعرفش يحرم. لا يا حبيبي، اقف عند حدود الشرع. ولذلك المؤمن لما المسلم لما بيروح اي دوله في العالم بيقولوا له سؤال مهم، اي مطعم عالمي اي فندق عالمي بيسالوه ار يو مسلم، اذا كان مسلم بيقدموا لسته طعام المسلمين، ما فيهاش خمره، ما فيهاش لحم خنزير، ما فيهاش لحم خيل، ما فيهاش شوربه ضفادع، ما فيهاش شوربه ما فيهاش عجه صراصير، ما فيهاش شوربه خفافيش، ما فيهوش الكلام ده. فالمؤمن طيب لا ياكل الا ايه؟ طيبه. ولا تاكله مما لم يذكر اسم الله عليه، وانا مش هذكر اسم ربنا على حاجه الا اذا كانت حلال، ولا اجيب حاجه ميته اقول بسم الله الله اكبر. ما انا بقول لحضرتك هناك ياكلون اشياء لا تؤكل. هو في حد بيعمل عجه صراصير للناس دي؟ ولحوم الكلاب ولحوم القطط، يعني بياكلوا لحوم؟ لا، شوربه الخفافيش انا اول مره في حياتي وانا عندي 60 سنه وبدرس للطلبه، مش عايز اقول لك بقى لي 40 سنه، انا واخد دكتوراه سنه 95 بدرس للطلبه في الجامعات، بقى لي اكتر من 30 سنه او اكتر، اول مره اعرف ان دي شوربه خفافيش. فاذا الوباء انتشر، الناس بتعصي ربنا. وضربت لكم مثل قبل كده بايه؟ بمرض اسمه ايه؟ جنون البقر. جنون البقر، اوروبا كانت بتاكل البقر عليق الدم، فجابت لنا جنون النتج عنها ان البقر بقى يتجنن وبقى يذبحوه ياكلوه بني ادمين، بقى تصاب بامراض جنون هي كمان. فالمصيبه المطينه بطين اللي حصلت لنا ان هم اعدموا اكثر من 10 مليون بقره. 10 مليون بقره دفنت، انتوا سامعين؟ اهو دواء بقى الكورونا نتيجه التغذيه الفاسده، ها؟ ان هم بياكلوا ما يسمى بايه؟ بشوربه الخفيش. تعالوا نشوف الكورونا فيروس ده. كورونا فيروس ده من الهيستوري بتاعه هتلاقي ان هو انتشر مره، ظهر في ابريل 2012، وظهر تاني في سبتمبر 2012، وظهر في نوفمبر 2012، وظهر تاني في فبراير 2013 ونوفمبر 2013 واختفى. الفيروسات يا جماعه لها صفات متعدده، من ضمنها نمره واحد ميوتيك جينيتيك او جينيتيك ميوتيشن. يعني ايه جينيتيك ميوتيشن؟ يعني هذه الفيروسات بيحصل لها طفره فبتغير شكلها. بتغير ايه؟ شكلها. مين اللي بيتعرف عليها؟ جهاز المناعه. ما عنديش انا مصل، ما عنديش انا انفلونزا او فيروس البرد او فيروس الانفلونزا، ما عنديش له ايه؟ مصل. تعالى قول لي مثلا سيمتومز بتاعته، ايه الاعراض؟ الاعراض بتاعت الفيروس بتبدا بفيفر، حمى، سخونيه، وقف وكحه، وساعات يبقى معاها دايريه، اسهال، ها؟ وساعات يبقى معاها كدني فيلير، وساعات يبقى معاها نمونيا، التهاب رئوي، وساعات يبقى معاها شورتنس اوف بريث، يعني مش قادر ياخد نفسه. طبعا في بعض الناس اشاعوا ان الفيروس بيموت في 8 ساعات، والكلام ده وهم، ده مش اقل من 18 يوم، وهوريكم الجدول او التايم تيبل بتاعه. المهم انه هل يا ترى، ركز معايا، اي حد عنده حمى وكحه واسهال وعنده شويه تعب في الكلى وعنده التهاب رئوي وعنده ضيق في التنفس يبقى عنده كورونا؟ بالطبع لا، دي اعراض متشابهه مع كل الامراض، يعني في امراض كتير بتعمل كده. الالتهاب الرئوي نفسه، النمونيا، النيوموكوكاي بتعمل كده. يعني التهاب الرئوي بيعمل كده. طيب البريفنتيف، انا عايز دلوقتي اقي نفسي من الكورونا فيروس، مش ان انا بحط الكمامه على مناخيري. الكورونا فيروس ده يعني عاوز تغسل ايديك كويس سرلي اند اوفن، يعني دايما قبل الاكل، يعني تغسل ايديك مثلا، صح؟ في ناس بتعطس وتحط ايديها كده وبعدين يعني اغسل ايدك، واحنا الناس المسلمه المتدينه بتتوضى 5 مرات في اليوم، ومن احب ان يكسر الله خيره ويبارك له في رزقه ويطيل امراض يغسل ايديه قبل الاكل وبعد الاكل، سهله ولا لا؟ انا مش قادر اغسل ايديا بقى، مفيش ميه، ما دي مبلل بقى ولا ايه؟ يعني بس مش عايزين نعقد الدنيا.
وبعدين افويد كلوز كونتاكت ويز ايه سيك بيبل. اي واحد يا جماعه بيكح بيعطس بلاش تلزق له، انت شامم من ريحه نفسه برد، سواء بقى عنده رشح عنده كحه عنده زغطة عنده عطس، ما تبعد عنه. وفي ناس تحب تلاقي المريض كده وتحضنه وتقعد تبوس فيه، وناس ليه كده؟ ما هو عنده برد والنفس بتاعه مليان ميكروبات. يبقى من فضلك تجنب انك تقعد مع ناس مصابه. حتى لو انا عندي في الاسره الواحده عندي ولادي واحد مصاب والتاني ما اصيبش، مش هنايمهم الاثنين في سرير واحد، ما يرضيش ربنا. انا بتكلم حتى على فيروس البرد، على المامس، على الغده النكافيه، على الفاريسيلا جوديري، ما في فيروسات كتير في الهواء. فلما عيل من العيال يصاب بنعزله من المدرسه وبنعزله في البيت، يقعد كده اسبوعين ثلاثه في اوضه لوحده، ونديله مشروبات خفيفه، عسل نحل، شوربه خضار، مش معقول نديله شيبسي وكولا وشوكولاته وهو مصاب بالفيروس كده هينتشر. طيب افويد كلوز كونتاكت ويز سيك بيبل، واستورده، وابعد عن اللحوم اللي هي محفوظه، وكذلك اللي هي الايه الفواكه والخضروات اللي مش مغسوله كويس. متهيالي دي وسائل بسيطه جدا. بص كده هناك طبعا بدا الناس تقيس درجه حراره الناس، ده مقرب، وفي جهاز كده بتقرب دي. يعني الناس ايه اتطورت. انا لسه جاي من صيدليه دلوقتي، انا لسه جاي من صيدليه، الصيدليه دي بتعمل ايه؟ بتقيس السكر في الصيدليه، اليوريك اسيد في الصيدليه، جهاز كده وعلى طول يديك قرايه، الكوليسترول في الصيدليه، الهيموجلوبين في الصيدليه. تصدق بالله كل دي اجهزه دلوقتي صغيره كده، زي ما في جهاز بيقيس السكر، في جهاز بيقيس اليوريك اسيد، في جهاز بيقيس الكوليسترول، في جهاز بيقيس الدهون، الهيموجلوبين، كل ده تشيك نقطه كده وتحطها على الجهاز يديك القرايه. ايه ده يا جماعه؟ انا قلت لكم اول الشرح ان الفيروس له صفة اسمها تغيير شكله الوراثي، عشان كده مش عارفين نضربه. انا لو جاني دور برد مرة مش هصاب بيه حاجة، ممكن انا مثلا اخد حصبة مرة وما اصابش بيها تاني، ممكن، او بعد 50 سنة. ممكن واحد يصاب بالدرن فياخد تطعيم او تطعيم فما يجيلوش درن، لكن نزلات البرد ممكن يجيله برد وبعدين يجيله برد تاني وبعدين يجيله برد تالت، ممكن. اه ممكن. ليه؟ لان المناعة بتاعنا ما بيعرفش يتعرف عليه. يعني كل ما يجي يفصل له اجسام مضادة غير شكل، كل ما يجي يفصل له صواريخ مضادة غير شكل، وضحت؟ فعشان كده الكورونا فيروس دون بيجي مع السي فود انيمال، مش عارف ماركت موجود في شوربه الشوربه البحريه. خلاص نرجع تاني نقول في الميدل ايست مثلا بيصيب الريسبيراتوري سندروم. يعني ايه ميدل ايست ريسبيراتوري سندروم؟ هم مسمينها كده ميدل ايست ريسبيراتوري سندروم، يعني اختصارا اللي هي مكتوبه الام اي ار اس. الفيرست ايدنتيفايد كان في السعوديه اريبيا، وكان في سنه 2012، قلت لكم في التاريخ. وبعد كده اوفر 800 كيلد ماتوا ساعتها 800، وكان بيتنقل من الكاملز او من الجمال للبني ادمين. بعد كده انتقلنا الى السيفير اكيوت ريسبيراتوري سندروم اللي هو سارس. السارس ده اللي هو السيفير ها اكيوت ها ريسبيراتوري سندروم، وده ايدنتيفايد سنه كام؟ 2003. خلاص دي عائله الكورونا، احنا بنتكلم على عائله كبيره، كل شويه بتغير ايه؟ بتغير شكلها. السارس ده موت لنا 650 واحد في الشاينا وهونج كونج سنه 2002 2003. ده تاريخ. نرجع بعد كده نشوف السيمبتومز، احنا عرضناها قبل كده اللي قلنا عليها، ممكن تكون شبيهه بالالتهاب الرئوي ونمونيا، ممكن تكون ضيق نفس، ممكن يكون كف كحه، ممكن يكون سخونيه فيفر، ممكن يكون دايريه، ممكن يكون كل ده. نرجع بعد كده نقول انه يا جماعه نخلي بالنا من الحيوانات اللي عندنا، سواء كانت حيوانات اليفه او حيوانات مش اليفه، يعني حيوانات المزرعه عندنا في المزرعه ها حمير وبقر وجاموس وجمال. لما تلاقي منها حاجه مصابه يا ريت نحاول يا اما نعالجها، دلوقتي بقى في طب بيطري كويس، يا اما نعالج الحيوانات دي يا اما نبعد ايه عنها. واضح ولا لا؟ واضح. يبقى انا عندي حيوانات مصابه، معيز كذا كذا، لما عندي بقى قطط وكلاب وعندي طيور بربي طيور ممكن تبقى انفكتد. اه ممكن. واضح. يبقى الانفكتد نبعد عنه سهل. لو انا عندي مزرعه طيور وجالها الوباء، ما هو بيجي في الطيور زي H1N1 اللي هو كان انفلونزا ايه عندنا اكتر من 5000 سب تايم، 5000 نوع. واضح. نرجع بقى للكلام ده كله ونشوف النو فاكسين اور انتي فايرال دراج افيلابل حتى هذه اللحظه. مفيش تحصينات، نو فاكسين، نو انتي فايرال دراجز افيلابل ها تو ذيس فايروس، يعني لغايه دلوقتي مفيش. امال نعمل ايه؟ اللي هي ايه؟ انتي سيمبتوماتيك تريتمنت، يعني سخونيه اديله انتي فيفر او حاجه كده تقلل حراره، عنده بين هتديله بين كيلر، ها عنده ريسبيراتوري ستريس ولا عنده اوبستراكشن في الريسبيريشن هتديله موسعات النفس، ها عنده دايريه هتديله اندوريال دراجز، يعني هتبتدي تديله سيمبتوماتيك من الاعراض اللي عنده الجسم بتاعه يفصل اجسام مضاده فتقتل الفيروس فينتصر. هل يا ترى في ناس المناعه بتاعتها يقظه وتفوق بسرعه؟ ايوه. لو انا بنام بالليل كويس، لو انا باخد غذاء صحي، لو انا بعرق وماشي كويس، مناعتي قويه جدا تقدر تقتل الفيروس. لو انا بقى يعني معلش مناعتي ضعيفه وما بنامش بالليل كويس وانا جسمي ملصم، فلو جالي فيروس، لو انا عندي رشحه اصلا وعندي سخونيه اصلا وعندي اسهال اصلا وجالي سوبر انفكشن، يعني جالي اصابه جديده، ما انا ملصم. وضحت؟ ها الناس اللي عندك بقى مناخيرها مزكمه باستمرار وتعبانه باستمرار ولا ضايعه؟ نبص كده على التايم تيبل او التايم لاين اوف كورونا فيروس. كورونا فيروس الاونست اوف سيمبتومز، لو انا
هشوف عدد الايام المنشور ده في العالم يا جماعه، هبص الاقي من اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس لغايه 7 ايام تقريبا مفيش اعراض. بتبدا الاعراض من اليوم السابع، هنبقى كده هوسبيتال ادميشن، شاكك كده ان عنده شورتنس اوف بريث، ضيق في النفس، مش قادر ياخد نفس، ضيق في النفس، هخش عليه ممكن يكون اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. يعني ايه؟ يعني مش قادر ياخد نفس خالص. في هذه الحاله هيخش الرعايه المركزه الانتنسيف، ايه الانتنسيف كير يونت، حتى مش عارف ايه يتعامل مع الفيروس. طيب نبص بقى، احنا طبعا ما بننبهرش قوي بالمناظر الجميله دي لانه مناعه الانسان كانت اقوى من كده والوقايه كانت اكثر جمال من كده. انا عايز 2794 حاله، ده التوتال كونفيرمد 2794 حاله حوالين العالم. المناطق الملتهبه قوي اهي، هناك في شرق اسيا، شايف المنطقه الحمراء دي، دي المنطقه المصابه قوي في شرق اسيا، واحنا قلنا عليها من اول الصين وكوريا بتاكل شوربه حيوانات وبتتعامل مع اشياء يعني ضاره كل ما مناعتها تقع. وليش معنى اليومين دول بتظهر؟ اشمعنى اليومين دول بتظهر؟ لان في البرد الشديد مناعه الانسان بتقع. ليه يا جماعه؟ واحنا في الصيف والدنيا حلوه ومناعه الانسان حلوه وجهاز المناعي كويس والعرق كويس، مناعه الانسان اقوى شويه. لكن لما بيجي الشتاء بقى وكل مركبات الطاقه بتاعته مستهلكه في انه يعمل طاقه يدفي نفسه ويدفي اللي حواليه، فمركبات الطاقه بتبقى مستهلكه مش بتعمل بيها اجسام مضاده. ما احنا المرصود حتى الان تل ناو، احنا النهارده كان 27 يناير 2020 في 80 حاله وفاه وفي 54 حاله اندر كنترول لسه يعني بيشاور عليهم. دلوقتي بقى انتقل من ووهان في الصين اهو، في الصين بقى ووهان وتايوان وهونج كونج وماكاو وماليزيا وتايلاند، عدد الحالات 6 4 8 ها، في نيبال مثلا حاله واحده، في سنغافوره 4 حالات، كل دوله بتعلن، في استراليا 4 حالات، كل دوله بتعلن عن بيقول عليها السسبكتد او الحالات اللي هي شاكه فيها. على اي حال، على اي حال احنا بنهتم بالمناعه الذاتيه. يعني ايه مناعه ذاتيه؟ انا مش مهتم بقى هو فين العلاج، ولو دخل مصر دلوقتي مش بنعمل كده، ولو دخل الدول العربيه والدول العربيه ما بتاكلش شوربه وطويط، وما بناكلش شوربه ضفادع، ولا بناكل عجة صراصير ولا فران ولا الكلام ده، لكن في ناس بتاكل كل حاجه وبدل بتصوم. دي صوره دكتور منشوره من الاخبار الصينيه عن تجهيزات لمستشفى خلال 10 ايام بالظبط تجهز. يعني طبعا الناس الصينيين يعني بيفاجئوا العالم بان هم بيعملوا حاجات، ممكن يجهز مستشفى خلال 10 ايام، ممكن يعمل طيارات بدون طيار، ممكن يتفوق على صناعات كتير جدا جدا. لكن عايز اقول لك على حاجه، الوقايه ارخص من تكاليف العلاج. نحن لا نملك في بلادنا الا الوقايه، الا طول السجود لله عز وجل، الا السعي بالنهار، الا انك تنام بالليل عشان تعمل مناعه. لكن انا بسال على بعض الطلبه خدوا اجازه نص السنه بيعملوا ايه؟ طول النهار ماسكين الموبايل وقاعدين طول الليل وطول النهار ده جنان. اقسم بجلال الله اللي ماسك الموبايل اكتر من 4 ساعات في اليوم العن من المخدرات والعن من لعب الكوتشينه والشطرنج وكل الالعاب اللي بتودي النار دي. بالظبط كده. قال في وسائل الاعلام العالميه او المصادر العلميه عن الكورونا فيروس ان هو الفيروس ده عباره عن مجموعه من الفيروسات، وانا بقول دايما الفيروس بيغير شكله، موجوده في المامل في الثدييات، بتشمل الثدييات دي البني ادمين، وبتشمل وفي غير الثدييات في الطيور، وممكن يكون في الهيومنز او في البشر. الريسبيراتوري انفكشن ده التيبيكال، بتبدا دايما بمايلد انفكشن يعني اشكال خفيفه، شويه سخونيه شويه مايلد. جهازك المناعي قوي هيقتل الفيروس يومين ثلاثه، مش قوي هيتمرد عليك ويكسر لك الخلايا بتاعتك ويكمل الانفكشن بتاعك. خلاص ان كاوز في البقر والخنازير موجود وبيعمل دايريه، وفي الشيكنز او في الدجاج بيعمل برضو ابر ريسبيراتوري ديزيز. على فكره لما تلاقي الفراخ مصابه وبتكح وبتعطس، ها لما تلاقي كذا، هقول لك على بقى قنبله صغيره قوي. قبل ما يعني كان عندنا انتي فايرال مضاد للفيروسات، مضاد للبكتيريا، مضاد، حاجه غريبه جدا. هقول لك على حاجه، هل يا ترى العلاج الذي يصلح للطيور يصلح للبشر؟ سؤال جميل يا حبايبي. هل ما يصلح؟ يعني انا دلوقتي لو جبت شويه مر وشويه قرنفل وشويه لبان دكر او شويه المضادات اللي قلت عليها اللي هم الخمسه اقوى مضادات على وجه الارض، قرنفل ومر بطارخ ولبان دكر وقرفه وايه وبروبلس، لو انا جبت الخمسه دول وحطيت في كل كوبايه فنجان وحطيت في الفنجان معلقه وعليها شويه ميه، ممكن انا اجيبها اعمل للاطفال على مناخيرها وعلى بقها وسنها او زورها؟ عندي اطفال عندها زورها جامد، ممكن احط حته شاشه صغيره واقبلها في المر او في القرنفل واعمل للعيل كده اشيل البكتيريا اللي على الحل؟ اه والله العظيم ده بيحصل. بنعمل مناعه للاطفال يعني زي ما، وبعدين قلت لكم دايما قنبله قالها الدكتور جوده، اللي عنده التهابات في مناخيره وعنده التهابات في الشرج والرحم، البنات اللي بترشح من فوق بترشح من تحت، خلي بالك من الكلام ده، جهاز المناعه واحد، الغشاء المخاطي واحد، لكن احنا عندنا بتاع النساء ملوش دعوه بتاع الانف والاذن، ده بيلعب في حته وده بيلعب في حته، لكن الغشاء المخاطي واحد وجهاز المناعه واحد، حد فاهم؟ عشان كده انا بقول ان احنا بندي اقوى مضاد للفيروسات والبكتيريا ولاي ميكروب في الدنيا اللي نقدر نطعم بيه الطيور والبط والوز والفراخ، نقدر نطعم بيه بني ادمين. لما كنا بنقطع البصل وبنقطع الثوم وبناكله للفراخ والبط عشان ما يجيلهاش وباء، بنعمله لبني ادمين. عندنا ليمون بقشره، والعبره في الليمون بقشره، قشر الليمون والبرتقال انتي فايرال، قشر الليمون والبرتقال انتي فايرال. ساعات كنا بنجيب الليمونه بقشرها ونحطها في الخل من بيتها تاني يوم، لو عندي شنجلز، لو عندي
حاجه اسمها الحزام الناري، لو عندي فيروسات ما بتتعالجش، القشر الليمون بيتنقع بقشرها وانقعها في الخل، تاني يوم احطها على الشنجلز او على الحزام الناري والزقها ببلاستر، مش عايز اقول لك تاني يوم يكون الحزام الناري اختفى. يا جماعه عندنا علاجات قويه جدا جدا، بس اهم حاجه انام بالليل كويس، لانك لو ما نمتش بالليل مفيش علاج. اهم حاجه امشي في الشمس ساعه كل يوم. اهم حاجه ان انا اكل غذاء صحي، اوعى تاكل من غير سلطه خضراء.